كونوا بألف خير وانتم تتابعوا هذا الفيديو على قناتي. في هذا الفيديو راح ندير مراجعة شاملة ووافية وكاملة في مادة الفيزياء لأول وحدة اللي هي بنية بعض الأفراد الكيميائية. على بالي في الخطرة اللي فاتت اللي درت لكم فيها فيديو تاع الملخص تاع الفيزياء ما كانش فيه الشرح، يعني كان عبارة عن ملخص فقط، كنت حابة فقط أن ندير لكم فيه أهم الأفكار أو أهم مشرح تتناولوا فيه. لكن الآن ماشي ملخص، الآن مراجعة، يعني حاجة واحدة أخرى خلاف، شو راح نعاودوا نراجع الوحدة من دار وجديد. على بالي بلي كملتوها كامل، سو راح نبداو على بركة الله بالفيديو، راح نتناول فيها جميع النقاط. راح نكتب هنا مراجعة في المادة تاعنا، نكبر فقط شوية، مراجعة شاملة في مادة الفيزياء لمن للسنة أولى ثانوي. على بالكم كيف قريتو في العنوان، سنة أولى ثانوي علمي، أي جدع مشترك علوم وتكنولوجيا. صاي راح نبداو مع المراجعة تاعنا هذه الشاملة. نبداو عندنا أول حاجة راح نشوفها هي الوحدة تاعنا، يعني اللي لازم تعرفوا العنوان تاعها أو لازم يكون عندكم فكرة على الوحدة تاعنا اللي راح نديروا عليها دوكا لا فيديو. الوحدة تاعنا الاسم تاعها راح يكون هو بنية بعض الأفراد الكيميائية. الوحدة الأولى بنية بعض الأفراد الكيميائية. أول حاجة على بالنا راح نعرفوا البنية، يعني التكوين نتاع هاد الأفراد الكيميائية. من الحاجة اللي أنا حابين نعرفوها وش هما الأفراد الكيميائية أصلا، يسمى لازمنا نعرفوا وش هي الأفراد الكيميائية باش نقدروا نكملوا الوحدة تاعنا بكل سلاسة أو بكل فهم. أول عفسة الأفراد الكيميائية هي هذا الاسم يطلق على المستوى المجهري، يعني حاجة منشوفوهاش بالعين المجردة، يطلق على عفسة منشوفوهاش بالعين المجردة. والعفسة هذه اللي ما نشوفوهاش بالعين المجردة هي الذرة، يعني كل شيء نقدر نشوفه عادي كما هكذا سيالك، وتقدر تشوفه أي حاجة مهما كان، يدي أي بلاصة أوراق، هادو كامل تقدروا تشوفوهم بالعين المجردة. العفسة الوحيدة اللي ما نقدروش نشوفوها احنا بالعين المجردة تتمثل في الذرة، كاين الجزء وبعد كاين الذرة، مي احنا لا بلوبار دو طون نركزوا بزاف على الذرة، باسكو الذرة هي العفسة اللي راح نكملوا معاها او نمشيو معاها طول هاد الفترة تاعنا. سو الذرة هي الحاجة المهمة اللي لازم تعرفوها. إذا المفهوم تاعها، مفهوم الفرد الكيميائي تاعنا، الفرد الكيميائي يطلق على واش؟ يطلق على المستوى المجهري، على المستوى المجهري. والعفسة الدوزيام اللي قلت لكم عليها هي الذرة، يعني هي الحاجة اللي نقدر نقول عليها باللي ما نشوفوهاش. كاين حاجة واحدة أخرى ما نقدروش نشوفوها اللي هي الجزيء اللي سبقا وذكرته لكم. والحاجة التروازيام اللي هي الشوارد، هادو ما نشوفوهمش، هادو ثلاث حوايج ما نشوفوهمش بالعين المجردة. راح نعطيكم مثال على كل واحدة منهم يعني باش تعرفوا ولا تكونوا اكزاكت مع الموضوع. في الذرة وش عنا؟ عنا مثلا نفترضوا عنا ذرة النحاس، نقدر نقولوا ذرة النحاس. في الجزيء عندنا الجزيء تاع الماء،
جزيء الماء اللي هو H2+. والشوارد هذه النحاس راهو Cu. والشوارد وش عندنا؟ عندنا شوارد الصوديوم، الصوديوم الرمز تاعهم يكون Na+. يعني هذو هما العفايس كامل اللي نقدروا نقولوا عليهم بلي فرد كيميائي. عندنا ذرة، عندنا جزيء، عندنا شوارد. عطيت لكم من كل واحدة مثال. بعد ما خلصنا مفهوم الفرد الكيميائي راح نروحوا الى النوع الكيميائي. نجو كنا مع الفرد الكيميائي، دوكا نروحوا الى النوع الكيميائي واللي راح تحققوه من بعدها في وحدة بنية وهندسة الأنواع الكيميائية. يعني هذه الوحدة راح تحققوها بزاف، لهذا لازم نركزوا بزاف على النوع الكيميائي، سواء راح تحققوه دوكا ولا لا. لا المهم راح نفهموه كحاجة معينة، مفهوم النوع الكيميائي. شنو قصدو حنايا بالنوع الكيميائي؟ النوع الكيميائي عكس الفرد الكيميائي. الفرد الكيميائي يطلق على حاجة تكون على المستوى المجهري، يعني ما نقدروش نشوفوها بالعين المجردة، على عكس النوع الكيميائي اللي لا نقدروا نشوفوه بالعين المجردة، تقدروا تلاحظوه بالعين المجردة. اي حاجة ملموسة مثلا السيال نقدر نشوفه انا بالعين المجردة، والدليل راكم تقدروا تشوفوه دوكا. فبهذه الطريقة نقدروا نفرقوا بين النوع الكيميائي والفرد الكيميائي. هذه هي العفسة اللي تقدروا تفرقوا بها. هذا نشوفوه على المستوى، هذا كان على المستوى المجهري، هذا لا هذا يكون على المستوى العياني، يعني نشوفوه بالعين المجردة. هو مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة. وش معناتها مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة؟ معناتها ذرة نزيدوا لها ذرة، نزيدوا لها ذرة. المهم راح تكون عنا جزيء، الجزيء هذاك يزيد يتكون عنا، يزيد يكون عنا، يتكون عنا، إلى غاية ما نوصلوا إلى الجسم المعين اللي رانا نحوسوا عليه. يعني تكون عنا ذرة 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 نجبنهم، ولا يكون عنا جزيء جزيء جزيء. المهم نتحصلوا على الجسم اللي رانا نشوفوا فيه دوكا. إذا الجسم عبارة عن مجموعة من الذرات، أو متكون من مجموعة من الذرات ومجموعة من جزيئات. هذا بالنسبة للنوع الكيميائي تاعنا، يعني يتكون من مجموعة من الأفراد الكيميائية. روحوا دوكا الى العفسه الثالثه. ذكرنا الاولى مفهوم، وذكرنا الثانيه اللي هي النوع الكيميائي. نروحوا للثالثه شكون اللي هي اللي هي الذره او بنيه الذره. ما تركزوش على الكتابه قد ما تركزوا على الفهم، بس كل ملخص راني ديجا حطيته لكم، راح نحط لكم الرابط تاعو اسفل هذا الفيديو. يعني جوج ما تفرجوا هذا، روحوا لطول الملخص اكتبوا من تماك. راح يكون فيه عباره عن 8 دقائق والله. هذه مراجعه ماشي كيما الاخر. تتكون الذره تاعنا من نواة. عندنا الذره احنا تاعنا، ها هي ليكم، ها هي ليكم، وهادو هذه هي الذرة تاعنا، هاي ليكم الذرة، وفيها مجموعة من الإلكترونات اكسترا. هاي ليكم هذه الذرة، هاي ليكم الذرة كيف ماشية، هذه ذرة نموذج للذرة. الذرة تاعنا من واش تتكون؟ هاي ليكم الذرة راكم شفتوها ديجا. دوكا من واش تتكون الذرة تاعنا؟ تتكون من نواة مركزية. هذه هي النواة المركزية اللي راكم تشوفوا فيها انا قدامكم. ثاني من واش تتكون؟ تتكون من هذه النواة المركزية تاعنا فيها شحونات موجبة، وفيها يعني فيها بروتونات وفيها نيترونات. بروتونات وفيها نيترونات. بروتونات عندها شحونات موجبة، يعني جاية بالموجب. اما النيترونات فعديمة الشحنة. وشو الخدمة تاعها هذه؟ الخدمة تاعها مادام عديمة الشحنة، ما لا حطيناها احنا في النواة المركزية. الخدمة تاعها هي انها تحد من تنافر الشحنات الموجبة للبروتونات، تحد من تنافر البروتونات داخل
النواة، يعني هذه هي الحاجة الوحيدة اللي راهي خادمة فيها. هذه النيترونات تخدم على أساس أنها تحد من تنافر البروتونات داخل النيترونات، هذه هي الخدمة تاعها. بالنسبة للبروتونات فهي ذات شحنة موجبة. الحاجة تانيك اللي لازم نركز عليها سيكو البروتونات هي جسم مادي له كتلة، يعني هذا اسمه جسم مادي له كتلة، نفصله في كل حفصة وحدها. الوسم تاعها شحنة البروتون تاعها او الشحنة هذه تاعها، شحنة تاعها شحال؟ شحنة البروتون شحال تساوي؟ تساوي لنا واحد فاصل بروتون، هاوليكم بروتون تساوي لنا 1.6 في 10 قوة ناقص 19 كولوم، هنا بالموجب، بالموجب ما تنساوش. وعندنا الكتلة تاعنا، الكتلة تاع البروتون، كتلة البروتون شحال تساوي لنا؟ تساوي لنا 1.672 في 10 قوة ناقص 27 كيلوغرام. الام بي تساوي 1.672 في 10 قوة ناقص 27 كيلوغرام. هذا بالنسبة للكتلة تاع البروتون. خلصنا مع الشحنة، خلصنا مع الكتلة، نروحوا إلى النيترونات. النيترونات هي تاني جسم مادي، جسم مادي له كتلة، وما دام له كتلة وله كذا معناتها عنده شحنة، عنده كتلة. الشحنة تاعو شحنة النيترون راح تساوي لي هاي ليكم، هذه راهي كيو، شحال تساوي؟ تساوي 0 كولوم. وعندنا كتلة تاعو، كتلة النيترون شحال تساوي؟ أعداد ثابتة، يعني اللي سقسي والله أعداد ثابتة، 1.674 في 10 قوة ناقص 27 نفس كتلة البروتونات. وشو عديمة الشحنة؟ لبها درناها 0 كولوم. الكولوم هو الوحدة فقط تاعو، ما هنا هذه الوحدة تاع الكتلة، الوحدة تاع الكتلة هي الكيلوغرام، هي الجرام يعني، لكن احنا نحسبه بالكيلوغرام. هنا الوحدة تاع الشحنة هي الكولوم، هذا ما كان، هذا واش راح تتناولوا هكذا في بنية البروتون. نزيدو نكملوا، يعني ما بقاش غير هكذا باك وصاي، لا كاين عفسة واحدة اخرى عندنا. وش عندنا هنايا؟ عندنا مدارات، هذا نسموه مدار. في المدار هذا شكاين، عندنا هنايا الكترون، الكترون اي هكذا الرمز تاعو، هاوليكم. مام البروتون راكم شويه تصادفوه راكم تلقاوه، ماشي غير بروتون تلقاوه تانيك عنده عفسة واحدة اخرى يكون موجب، لكن انتما دائما جينيرالمون تصادفوه على شكل بروتون برك. عندنا الكترون، الالكترون تاعنا هو هذا الالكترون تاعنا وش هو؟ هو عبارة عن جسم عنده شحنة سالبة وعنده كذلك كتلة، يعني شحنته سالبة. هاد العفسة هي اللي تخلي النواة تاعنا تتماسك، تتماسك يحدث فيها تماسك، يعني لو كان كانت غير الموجبة برك راح يحدث التنافر، فجاتنا النيترونات باش تحط بين التنافر. وهاد الالكترونات مع البروتونات خلاتهم يكونون الذرة تاعنا هذه، يعني خلاتهم يجمنوا فيما بعضهم. الالكترون عندنا شحنته سالبة، هو جسم كذلك مادي، و يكون هذه شحنته هذه تكون سالبة. هذه الذرة كما نقولوا حنايا متعادلة كهربائيا، متعادلة كهربائيا. عندنا هنا شحنته سالبة، هو جسم مادي وعنده كذلك كتلة وشحنة. احنا نركزوا فقط على الوسم تاعنا اللي هي ناقص 1.6 في 10 قوة ناقص 19 كولوم. الكتلة تقعد كما راهي، كما راهم كامل.
عندنا بالنسبه لي هكذا كملنا بنيه الذره. فقط راح نقول لكم برك بلي هاد الوسم تاع هذه النواه هي معظمها عباره عن فراغ. هكذا هي فقط حنا درنا مدارات. هذو المدارات راح يكونوا عباره عن مدارات وهميه، يعني هي عباره عن فراغ وهذو راهم يدوروا وحدهم في الفراغ، فهمتوني؟ حيث شبهها العالم بوهر الذرة بالمجموعة الشمسية، شبهها بالمجموعة الشمسية. النواة هي الشمس والإلكترونات هي الكواكب. وهكذا نكون كملنا مع بنية الذرة. نروح الى فقط برك كملاحظه، هنا نسيت ما ذكرتهاش، البروتونات مع النيترونات واش نسموهم؟ نطلقوا عليهم اسم النويات. النويات باش كي تلقاوها ما تخلعوش. نويات هي عباره عن بروتونات مع نيترونات. هذا ما كان هذا واش درنا مع هذا اسمه. كبر فقط الصوره باش تبان لكم اكثر. هنا خلصنا مع هذا كامل مع بنية الذرة. نروح دقا إلى رمز الذرة اللي هو يكون عبارة عن العنصر الرابع. هنا رمز الذرة. رمز الذرة هذا جامي قريتو جامي شتو، هذا بالك تكونوا صادفتو في الكاتريام، مي هذا مشتوش. هذا راح تكون هكذا إكس تاعنا اللي هي اسم الذرة تاعنا. النواة تاعنا يرمز لها بإكس، أ فوقها اللي هو عدد الكتلي، وزاد اللي هو العدد الذري. إكس وشي هو؟ إكس هو رمز العنصر الكيميائي تاعنا. مثلا نقولو حنايا سي أو، سي أو مثلا افترضت عليكم، أو سي أل، أو أ أل، أو ان ا اكسترا. يعني هادو امثله على بعض العناصر الكيميائيه، وكان كاين كثير. هنا عندنا زد اللي هو عدد البروتونات. عدد البروتونات معناتها بي برك، هادو عدد غير البروتونات. يسمى وش يسمى؟ يا اما يسمى العدد الكتلي، العدد عفوا يسمى العدد الذري او الشحاني. الذري او الشحاني صحيح. نروح دوكا الى ا، هذا نسموه العدد الكتلي. تعواش هذا عبارة عن عدد النويات، مجموع البروتونات والنيترونات. مجموع البروتونات والنيترونات معناتها مجموع بروتونات زائد النيترونات، هذه هي العدد الكتلي. نرمز له بالرمز او نكتبوه على الشكل ا يساوي زد زائد، هذه قاعده او قانون كي يقول لكم مثلا حوسوا لي على العدد الكتلي ديروا زد زائد ان، حيث زد هو عدد البروتونات، هذا بين العدد الكتلي، وهذا عدد النيترونات. صحيح، هادو كامل نسميوهم النويات كما قلت لكم سابقا. خلصنا هكذا مع رمز الذرة. نروح دوكا الى عنصر اخر من الدرس. يعني كملنا هاد الفيس كامل في المراجعة، فقط نزيدو نذكرو اكثر حاجة واحدة اخرى. سيكو كي نديرو الان تاعنا كي نكونو نبحثو على الان نديرو ا ناقص زد هكذا باك باش تفكروه. عندنا بعد ما كملنا نعطيكم فقط مثال باش تفهموني اكثر ويكون عندكم استطلاع اكثر للمعلومة. راح نعطيكم مثلا مثال، عندنا سي اللي هو عنده 12 وهنا عنده 6. قال لك احسب له العدد، قال لك
حدد عدد البروتونات وعدد النيترونات والعدد الكتلي في الأنوية التالية. عدد البروتونات اللي هو 6، هذا بروتونات، وهذا العدد الكتلي اللي هو الأ تاعنا اللي هو العدد الكتلي هنا حددناه. وعندنا قال لك حدد لي عدد النيترونات، النيترونات هو أ ناقص زد، معناتها ان تساوي 12 نقص منها 6 ان تساوي 6. هكذا عطيت لكم مثال بسيط برك باش تفهموا فقط على واش رانا نحكي ورا واش من خانه رانا ندورو فيها. مام لو كان يعطينا عدد النيترونات هنحسبه بطريقه نفسها. نروح دوكا الى شحنه النواه، هذا العنصر السادس اللي هو شحنه النواة، هذا عنصر مهم بالبزاف، ركزوا عليه أكثر، زيد نزوم لكم أكثر. شحنة النواة ركزوا عليها بزاف، هي مجموع البروتونات المكونة لها، هي مجموع شحن البروتونات المكونة لها. يعني عندنا الشحنات تاع البروتونات تاعها شحن البروتونات مجموع عفوا مجموع شحن البروتونات المكونة لها. وش معنتها؟ معنتها الكا تاعنا تاع النواة اللي هي النواة تاعنا الشحنة تاع النواة تاعنا النواة تاعنا وش تساوي؟ تساوي لنا زاد اللي هو العدد الشحني او عدد البروتونات، ان نضربه عفوا في كا لي بي، معناتها في شحنة، هذه شحنة النواة نضربها في شحنة شحنة واحد بروتون. معناتها نعطيكم مثال، عندنا مثلا اسمه شحنة تاع نواة تاع مثلا عندها كا، هذه النواة تاعنا نقولوا عليها عندها ك، شحال تساوي لنا؟ تساوي هنايا 16 وهنا 8، هذه مثلا ذرة، ذرة تاعنا هكذا ماشية، هذا العدد الكتلي عفوا العدد الشحني تاعها وهذا العدد الكتلي تاعها كما راكم تشوفوا. قال لك احسب الشحنة تاع النواة تاعنا، واش نديرو حنايا؟ نديرو القانون تاعنا Q تساوي زد في ك، معناتها كي تساوي زد تاعنا اللي هي 8 في 1.6 في 10 قوة ناقص 19 كولوم، كا تساوي 12.8 في واش في 10 قوة ناقص 19 كولوم. هكذا هذا مثال بسيط يعني تقدروا تعتمدوا عليه باش فقط نوضحوا الأمورات أكثر. خلصنا مع شحنة النواة، نروحوا إلى خواص النواة. خواص النواة نتاعنا، خواص النواة لازم نركز فيها مليح. عندنا أول حاجة اللي هي شحنة الذرة، الذرة تاعنا متعادلة كهربائيا، نذكره هنا يا شحنة الذرة، الذرة تاعنا متعادلة كهربائيا، ديجا ذكرتها. معنتها وش معنتها؟ معنتها البروتونات او عدد البروتونات الموجبة تساوي عدد الالكترونات، معنتها بي تساوي الالكترون، ومنه راح يكونوا هادو متساويين اي متعادلة كهربائيا. عندنا هذه اول حاجة اللي هي الف، عندنا با واللي هي كتلة الذرة، كتلة الذرة، الكتلة تاعنا تاع الذرة هي مجموع كتل البروتونات والنيترونات، يعني مكونات النواة تاعنا كاملة، معنتها هي مجموع كتل النويات بصفة عامة، نويات بهذه الطريقة. معنتها الام تاعنا تاع الذرة وش تساوي؟ تساوي الام زائد الام، معناتها الام تاع النواة نزيدو لها الام تاع الالكترونات، مجموع كتل النويات زائد الالكترونات. ها وعندنا
هذوما يعني كامل الخواص. هنا فقط نديرو قانون واحد اخر، عندنا الوسمة تاعنا اللي هي ام، ام تاع الذرة، ام تاعنا تاع الذرة كيفاش نحسبوها، ام تاع النواة واش معناتها، معناتها زد في ام بي زائد ان في ام ان زائد زد في ام اي. هايكم هذا هو القانون تاعنا اللي راح نطبقوه في هذا، يعني كشغل درنا هذه هاي ليكم تاعها وهذه هاي ليكم تاعها، فهمتوا؟ هذا مكان. راح نعطي مثال باش تتوضح الامورات اكثر. قالك احسب كتلة النواة زائد الالكترونات تاع الذرة، شكون تاع الذرة؟ سي ال تاع الكلور 35 عندها، وعندها هنايا 17. واش راح نديرو؟ علما ان النوع عطانا الام بي اللي هي 1.672 في عشرة قوة ناقص 27، والام ان اللي هي 1.674 في عشرة قوة ناقص 27 كيلوغرام، والام الالكترون 9.1 في عشرة قوة ناقص 31. هذه ما ذكرتهاش فقط قبيل كي كنت نكتب لكم، ما ذكرتهاش، هي 9.1 في عشرة قوة ناقص 31 كيلوغرام. على باش كيفاش نسيتها، مي المهم هاني تفكرتها دوكا. يعني لازم يعطيوه لكم، لازم يعطيوه لكم هذه، ولازم يعطيوه لكم هذه، ولازم يعطيوه لكم هذه. واذا ما عطاوهم لكم شكون تكونوا ديجا على بالكم بهم، راني ديجا ذكرتهم لكم. اذا راح تحسبوهم بالقانون عادي، راح تضربوا تضربوا وتضربوا في كل واحده منهم. معناتها واش راح نديروا؟ راح نهبط برك هنا شويه. الام تاعنا واش تساوي؟ تساوي زد في ام بي زائد زائد عفوا ان في ام ان زائد زد في ام للالكترون. عندنا الام تاعنا تساوي 17 في 1.672 في عشرة قوة ناقص 27 زائد عفوا 18 في كيفاش لقيت 18؟ هاي كيما كنا نحسبو قبيلت، درت 35 ناقص 17 خرجت لي 18. هذا مكان تقلقوش روحكم اطلاقا. عندنا في الوسمو تاعنا اللي هي 1.674 في هذه 72 هذه 74. جو بونس كو ما قلتلكمش هنايا، اوكي راني صحيحة 100%. هنا فقط عندنا زائد 18 في 1000 عفوا في 1.674 في 10 قوة ناقص 27 زائد زد تاعنا اللي هي 17 في 9.1 في 10 قوة ناقص 31 هكذا. الام تاعنا شحال تساوي؟ تخرج لنا 5.86 في عشرة قوة ناقص 27 كيلوغرام. ديروها بالكالكي لاتريس سي بون، خلاص حطوا القيمة تلقاو لكم الوسمو من هو الكتلة تاعنا تاع الذرة تاعنا. هاي ليكم كيفاش حال خرجت لنا. خلصنا مع هذه، دوكا نروحوا الى الملاحظة فقط. كتلة الإلكترونات راح تكون مهملة أمام كتلة النواة، ومنه نستنتجو شوا وش نستنتجو؟ نستنتجو باللي الأم نتاع الذرة هي الأم تاع النواة، يعني راح تكون تاع الإلكترونات مهملة مهملة. يعني نستنتجو حاجة جديدة باللي الأم تاع الذرة تساوي الأم تاع النواة. هذا ما كان، ونكتبوها من الشكل زد في ام بي زائد ان في ام ان. هاي لكم هذا ما كان. وفي حالة ما كان الام ان تاعنا، عفوا الام بي عفوا تساوي الام ان، يعني اذا ما عطاولكمش بيناتهم ديفيرونس، يعني ما عطاولكمش هنا 2 والربعة، طول عطاولكم نفس الكتله هكذا تقريبا، واش تروحوا ديروا؟ اذا قالوا لكم بلي الام بي تساوي الام ان، راح تديو قانون ثاني جديد. وش هو القانون هذا جديد؟ تلقاو بلي الام تاعكم تاع الذره
تساوي العدد الكتلي في أمبير. يعني هذا قانون صغير خلاص منهم كامل. يعني هاو لكم كيفاش تلقاوها، ها هم لكم القوانين وهذه هاي لكم القانون. إذا كانت هذه هاي وش تستنتجوا، تستنتجوا إذا كانت هذه هكا هاي وش تستنتجوا، وتستنتجوا إذا كانت هذه هكذا هاي لكم وش تستنتجوا. يعني ما هي صعيبة خلاص. هذا ما كان. دوكا نمر إلى حاجة واحدة أخرى واللي هي عفسة واحدة أخرى يعني باش نكملوا معها، واللي هو التوزيع الإلكتروني. نحي الورقة هذه، نديرو التوزيع. كنا في 7 ولينا في 8. التوزيع الإلكتروني تاع الطبقات إلى تعرفوه. إذا التوزيع الإلكتروني، توزع الإلكترونات حول النواة في مدارات كما قلت لكم. ديجا وريتها لكم النواة تاعنا، هاي ليكم وها هم ليكم المدارات تاعنا، وها ليكم النواة تاعنا كيفاش الإلكترونات تاعنا كيفاش يجيو. تتوزع في مدارات أي في طبقات. هذوك المدارات هما الطبقات. كل طبقة، الطبقة تاعنا الرقم تاعها هو N، يعني كل وحدة كيفاش حتكون، إذا كانت الطبقة الأولى، إذا كانت الطبقة الثانية، إذا كانت الطبقة الثالثة. عندنا في الطبقة رقم 1 يعني الآن يساوي 1، وقتها نديرو لها الرمز تاعها K، يعني يكون رمزها ك تاعنا ك هكذا. هاهم لكم كيفاش يكون الرمز تاعها. عندنا الطبقة الثانية، الطبقة الثانية اللي هي ان تساوي 2، واش راح يكون عندنا الرمز تاعها او رمزها راح يكون عبارة عن ال. وهنا في الطبقة الثالثة اللي هي N تساوي 3، راح يكون عندنا الرمز تاعها رمزها M. هذو هما كامل الطبقات. يعني عندكم الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، الطبقة الثالثة في النواة تاعنا اللي يكون فيها الإلكترونات، باش نوزعوا الإلكترونات نتاعنا في الطبقات اللي عندنا. تسمى هذه الطبقة لعدد معين، أو تتسع هذه الطبقات لعدد معين من الإلكترونات تاعها. يعني الطبقة هذه ما تهزش قد الطبقة هذه، ما تهزش قد الطبقة هذه. هذه الطبقة أكبر من هذه الطبقة، وأكبر من هذه الطبقة، وهذه الطبقة أصغر من هذه الطبقة، وأصغر من هذه الطبقة إلى آخره. يعني كل واحدة يتهز عدد معين من الإلكترونات. راح نحددوهم. أول واحدة هي الطبقة الأولى تهز حوالي إلكترونين، يعني تهز إلكترونين إلكترونين. والطبقة الثانية تهز 8، والطبقة الثانية عفوا الطبقة الثالثة كأقصى حد للإلكترونات تهز 18. هاي لكم كل واحدة شحال تهز. احنا هنايا في الام تاعنا تولي تحملنا غير 8 فقط. اذا يعني كل عدد 2 ان تساوي ان مربع. كل عدد مضروب في الان اي في الطبقة تاعو على المربع. هكذا كيفاش تلقاو العدد تاع الالكترونات التي تتسع له كل طبقة. هكذا كملنا التوزيع الإلكتروني بالنسبة للجدول الدوري تاع الإلكترونات. بالنسبة للعنصر الدوري، عفوا الجدول الدوري للعناصر الكيميائية تاعنا، راح تلقاوه في آخر الكراس أو كي تدوروا الكتاب خلاص في الأخر خلاص راح تلقاوه يعني محطوط ثماك. راح تعرفوا عند كل عند كل ذرة كيفاش راح تلقاوها. مثلا عندنا السي ال تاعنا واش تلقاو فيها، تلقاو فيها هنا 35 وهنا 17، فهمتوني؟ يبقى كل واحدة راح تلقاو فيها العدد تاعها من مور الكتاب، ما تحفظوهم ما والو، هما حين يعطيو لكم في المعطيات. لهذا تعتمدوا فقط عليه كي تكونوا تحلوا في التمارين تاعكم. هذا بالنسبة للعنصر الثامن. بالنسبة للعنصر التاسع اللي هو انحفاظ الكتلة، انحفاظ الكتلة لمن للعنصر الكيميائي، للعنصر
الكيميائي. العنصر الكيميائي دائما يبقى محفوظا حين التحول الكيميائي، يعني يبقى محفوظا. هذا بالنسبة للعنصر التاسع، يعني دائما على بالنا تتحول من شاردة إلى ذرة أو من ذرة إلى شاردة، يعني يتكون شاردة وتولي ذرة، يتكون ذرة وتولي شاردة. هذا بالنسبة لانحفاظ الكتلة. لدينا كذلك العنصر العاشر، منطورش في التاسع بزاف باسكو ما عندكمش فيه أهمية بزاف، قد من العناصر اللي نطولوا فيها بزاف هما اللي عندهم أهمية أكثر من العناصر اللي ما نطولوش فيها بزاف، اللي هي النظائر. نظائر لازم تفهموها مليح مليح. النظائر الكيميائية، النظائر الكيميائية هي ذرات تنتمي لنفس العنصر الكيميائي، تشترك معه في عدد البروتونات زد وتختلف في العدد الكتلي أ، يعني من نفس النوع كما نقولوا احنا CL ولا AL، يعني يكون AL ولا CL ولا اي عنصر مهما كان، المهم من نفس النوع. وش هو؟ عندهم نفس العدد الشحني او الذري زد، ويختلفون في العدد الكتلي A، عندهمش نفس الـ A نتاعهم. مثلا عندنا مثال، عندنا H11، عندنا H12، عندنا H31. نسبة تاع الوجود تاعهم في كل واحد، هذا 99.98%، وهذاك 0.016، وهذاك 0.001. يعني هذا العنصر راح تلقاوه اكثر من هذا العنصر، اكثر من هذا العنصر، اكثر من هذا العنصر، كاين ناظر يكون اكثر منهم كامل. هكذا الناظر راح يكونوا محافظين على نفس النوع الكيميائي اللي هو اكس في النواة، وش هو العدد الزاد او الذري ما يتبدلش، او ليكم ما يتبدلش، وين اللي عفوا العدد الكتلي ما يتبدل هو اللي يتبدل، والعدد الذري ما يتبدلش اللي هو زاد، هذا ما يتبدلوش وهذا يتبدلو. هذا مكان كما عندنا هنا في النواة تاعنا، عندنا اكس ا زاد، هذا ما يتبدلش وهذا هو اللي يتبدل في الوسمو تاعنا في النظائر نتاعنا. نمروا دوكا الى العنصر الاخر باش نحسبو او كيفاش نحسبو النظائر الكيميائيه. عندنا الكتله الذريه الوسطيه، الكتله الذرية الوسطية لعنصر كيميائي. وش عنا باش نحسبو الكتلة الذرية لعنصر له نظائر؟ عندنا مثلا إكس أ زد أ واحد، وعندنا إكس أ اثنان زد، وعندنا إكس أ ثلاثة زد، هو زد نفسه والأ هو اللي راه يتبدل، حيث نسبة وجود كل واحد منهم هي إكس بالمئة. وعندنا هذا عنده إكس بالمئة، هذا عنده إيكغ بالمئة، وهذا عنده زد بالمئة. فهمتوني؟ عدد نسبة الوجود اللي هي 99.190، 0.016، 0.01، هما اللي يعطيوها لكم. عندنا القانون، القانون تاعنا وش هو؟ عندنا هو ام تساوي ا واحد في اكس بالمئة، عفوا هنا عندنا زاد ا واحد في زاد بالمئة، باسكو هنا عندنا زاد في زاد بالمئة على 100%، زائد ا اثنان في إجراج بالمئة على 100%، زائد ا ثلاثة في إكس بالمئة على 100%. فهمتوا؟ هذا هو القانون التحم اللي طبقوه لهم باش تحسبوا بهم الكتلة الذرية الوسطية، حيث الكتلة الذرية تكون بوحدة الأياما. الأياما هذه هي الوحدة التحة، الأياما هذه هاي لكم، الأياما تساوي 1.66 في 10^-27 كيلوغرام، هذه الكتلة التحة. يعني كيفاش تكون هذا الشكل؟ إذن هذا هو الكتلة الذرية الوسطية لعنصر كيميائي.
بالنسبة للقواعد، القاعدة الثنائية الإلكترونية والقاعدة الثمانية الإلكترونية لكل من الطبقات. إذا في القاعدة الثنائية الإلكترونية، إذا كان زاد أقل من 5 تسع هذه الذرة لتفقد وتتحول إلى ذرة موجبة. هذه في القاعدة، القاعدة الثنائية إذا كان الزاد تاعنا أقل من 5 هذا وسمها هذا الذرة تاعنا تفقد إلكترونات. وإذا في القاعدة الثمانية هنا يعني تولي موجبة، تولي الذرة تاعنا موجبة. وعندنا إذا هنا في الحالة في قاعدة الثمانية الإلكترونية عندنا حالتان. في الحالة الأولى وش يكون؟ إذا كانت للذرة في المدار الخارجي تاعها 1 أو 2 أو 3 من الإلكترونات راح تفقد. وإذا في الحالة الثانية، إذا كانت عندها في المدار الخارجي تاعها 5 ولا 6 ولا 7 تكتسب إلكترونات، وهنا تفقد إلكترونات، يعني هنا تولي موجبة وهنا تولي سالبة. هذا بالنسبة للقاعدة الثمانية والثنائية. بالنسبة للشوارد السالبة، هي ذرات اكتسبت إلكترونات أو أكثر، يعني تولي إكس زائد إن إلكترون تساوي لنا إكس إن ناقص هنا إن ماشي إن. ولدينا الجدول الدوري كما قلت لكم عليه، تلقاوه في الكتاب المدرسي في الصفحة الأخيرة أو آخر كراسة، يعني تقلبوا خلاص تلقاوه من برا. هذا بالنسبة للقاعدة الثمانية وقاعدة ثنائية. في تحديد موقع عدد في العنصر الدوري نروح نديرو عدد الطبقات وش يمثل لنا في العدد تاع الطبقات تاع الذرة تاعنا، راح يمثل عدد الأسطر وعدد الإلكترونات في الطبقة الخارجية، يعني عدد الإلكترونات يمثل العمود، هذاك يمثل السطر وهذاك يمثل العمود، فهمتوني؟ بالنسبة للسطر وعدد الطبقات في العمود. لدينا في العائلات الكيميائية، بالنسبة للعائلات الكيميائية عندنا العائلات اللي راح نذكرهم لكم دقة في هذا الفيديو. العائلات الكيميائية وش عندنا؟ عندنا عائلة القلائيات اللي فيها هي عناصر العمود واحد، عناصر العمود واحد. ولدينا فقط هنا باش كي تحددوا السطر والعدد اللي هو تاعنا. بالنسبة لي مثلا نعطي لكم مثال، عندنا K2L8M2 راح نديروا السطر اللي هو 3 وعندنا العمود هو 2، فهمتوني؟ هذا هو الوسم تاعنا، ها 2 ها والعمود، هاو لكم السطر معناتها 3 وحدات. هنا بالنسبة للعائلات عندنا عائلة القلائيات عناصر العمود رقم واحد تتحول إلى شريدة موجبة، يعني تولي شريدة موجبة. وعندنا عائلة القلائيات الترابية اللي هي عناصر العمود الثاني تتحول إلى شريدة موجبة ثانيك، وش هو X2 موجب. وعندنا عائلة العناصر الترابية، عائلة العناصر الترابية هي عناصر العمود 13، عناصر العمود 13 وتتحول إلى شريدة ثلاثية موجبة، يعني تولي موجبة الإكس تاعها 3 بلس. عندنا عائلة الهاروجينات، عائلة الهاروجينات وش فيها؟ هي عناصر العمود شكون؟ العمود 17، وهذه الوسمها تتحول إلى شريدة سالبة، يعني تولي إكس ناقص واحد. وعندنا الغازات الخاملة أو النبيلة، غازات الخاملة أو النبيلة
واللي هي عناصر العمود 18. هادو هي عناصر العمود 18، ومنها هي الـ HE، وعندنا الـ AR، وعندنا الـ NE. بالنسبة للكهرو السلبية والكهرو إيجابية، الكهرو السلبية هي ميول الذرة إلى الفقدان، والكهرو إيجابية هي ميول الذرة إلى الاكتساب. يعني في الكهرو السلبية تحاول الذرة أنها تفقد، وفي الكهرو إيجابية تكتسب. شكون اللي تكتسب وشكون اللي تفقد؟ عناصر العمود 17 و16 و15، هذو هما اللي يفقدوا عناصر العمود 15 و16 و17. وبالنسبه للكهرو ايجابيه راح تلقاو عناصر العمود 1 و2 و13، هما اللي يكون عندهم اكثر فقدان. هذا هو الكامل نورمالمون، كامل الأشياء اللي نقدر نقول أنه تناولناها في وحدة بنية الأفراد، الأفراد أو النوع الكيميائي. نتلاقاو في فيديو قادم بإذن الله مع شرح آخر ومع وحدات أخرى بإذن الله. مع السلامة.